أينما كنتم أهلا بكم وأسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم في نشرتنا الثالثة لهذا اليوم. أستهلها كالمعتاد بسم الله الرحمن الرحيم. إليكم أهم العناوين. الوزير حسن محمد كامل يهدي شباب أبوخ 10 دراجات هوائية. تأييد مطلق لترشح رئيس الجمهورية للاستحقاق الرئاسي المقبل من قبل حزب اتحاد أنصار الإصلاح. ودوليا بيدن يعيد التحالف العابر للأطلسي. تلكم كانت مقدمة النشرة وإليكم تفاصيلها من تلفزيون جيبوتي. أهلا بكم. استقبل معالي وزير الصحة سيد محمد دور سمع ديرية في مكتبه بمقر الوزارة وفدا سعوديا رفيع المستوى ومكونا من أعضاء البعثة الطبية السعودية والتي وصلت إلى البلاد لتنفيذ قافلة طبية وجراحية. وجرى اللقاء في غرفة الاجتماعات بحضور العديد من كوادر وزارة الصحة. وفي مستهل اللقاء رحب معالي وزير الصحة بالأطباء السعوديين الذين بعثهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للبلاد. هذا وتقدم هذه القافلة الطبية والجراحية خدمات في مجال طب الأطفال والمسالك البولية والجراحة العامة للأطفال دون سن الخامسة، حيث سيتم إجراء هذه الخدمات في المستشفيين وهما مستشفى بلتي العام ومستشفى شيخو. عقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري ووزيرة المرأة والأسرة السيدة مؤمنة حمد حسن في قاعة الاجتماعات التابعة لوزارة الأوقاف لقاء بمجموعة من المرشدات والواعظات من الدوائر الوزارية المختلفة والإدارات العامة والخاصة. وحضر الاجتماع مدير الشؤون الإسلامية وكبار المسؤولين في المجلس الأعلى الإسلامي. وشدد الوزير في خطابه الافتتاحي على مكانة المرأة في المجتمع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المرأة الجيبوتية قد أصبحت واحدة من أهم الشرائح في البلاد بفضل السياسة والرؤية الثاقبة لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيل الذي جعل من النهوض بالمرأة إحدى أولويات مشروعه السياسي إلى جانب الرجل لتحقيق أهداف التنمية. وفي كلمة لها خلال هذه المناسبة ثمنت وزيرة المرأة والأسرة السيدة مؤمنة حمد حسن عاليا جهود الداعيات والواعظات في مجال توعية المجتمع، وقالت: نؤكد أن المرأة الجيبوتية قد شهدت تطورا كبيرا على كافة المستويات وبخاصة في مجال أخذ المسؤولية وصنع القرار. وأشارت الوزيرة إلى أن المرأة تشارك بديناميكية كبيرة في الأنشطة الاجتماعية والسياسية والتعليمية والاقتصادية. وفي كلمة لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري في هذه المناسبة رحب في مستهلها بالمرشدات والداعيات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العمل الدعوي الإرشادي يكتمل بهن. نتابع. يكمل بهن العمل الدعوي والوعظي والإرشادي أيتها الواعظات والمرشدات الدينيات. من صفات الواعظات والمرشدات الدينيات هي التميز بالفكر الوسطي المعتدل الذي يدعو إلى أركان الإيمان ونشر طريق الهداية وخدمة مصالح الناس من خلال مقاصد الدين الكبرى، مع ضرورة معرفة تقاليد وأعراف المجتمع الجيبوتي. كما تتميز الواعظات والمرشدات الدينيات بالسلوك القويم والعلم وامتلاك مهارات التواصل والعمل الجماعي. وتحرص الوزارة على تنظيم الدورات التثقيفية والتدريبية المقدمة أو متقدمة لتكوين وتدريب المرشدات الدينيات العاملات في مختلف الإدارات الوزارية والمؤسسات التربوية والاجتماعية والثقافية. ومن المهام البارزة التي سوف يقوم بها معهد الوسطية وثقافة السلام تنظيم الدورات التدريبية المستمرة للقيادات الدينية والمرشدات والأئمة والدعاة، والجميع يعمل معا في إطار نفس المنظومة من أجل تحقيق الأهداف المشتركة ذات المصلحة العامة والتي تخدم مصالح الناس في الأمن النفسي والاجتماعي وتعزيز
طاقة الخير والعطاء والإنجاز. أيتها الواعظات والمرشدات الدينيات، هذه البرامج والأنشطة التي تقوم بها المرشدات في المجال الخيري والدعوي والاجتماعي الذي يسع الفئات المستهدفة من البنات في مختلف المراحل العمرية والطالبات في المؤسسات التعليمية الثانوية والجامعية والنساء العاملات سواء في العمل الحكومي أو الخاص. ويمكن للمرشدات الدينيات المشاركة في البرامج الدعوية والتوعوية التي تقيمها وترعاها الوزارة في الإذاعة والتلفزيون وفي مواقع التواصل الاجتماعي. ومن الأعمال التي تقع على عاتق المرشدات والواعظات نشر الاعتدال في السلوك الاجتماعي وتغيير النمط التفكيري لدى الناس والمساهمة في إصلاح ذات البين. وهذا الدور الجديد الذي تقوم به الداعيات والمرشدات هو جزء من المكاسب التي تحققت بفضل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر جيلي الذي تعززت في عهده قيم السلام والأمن والأمان. إلى منطقة أبوخ حيث قام معالي وزير الدولة للشباب والرياضة سيد حسن محمد كامل بتوزيع هبة مكونة من 10 دراجات هوائية لصالح شباب منطقة أبوخ. هذا وجرت مراسم تسليم هذه الدفعة من الدراجات الهوائية بحضور محافظ منطقة أبوخ سيد عبد الملك محمد ورئيس المجلس الإقليمي لهذه المنطقة سيد حمد محمد ورئيس المجلس الإقليمي لمنطقة علي صبيح سيد عمر أحمد وعيس، إضافة إلى مستشار شؤون الشباب لدى الرئاسة سيد علي محمد داتو، إضافة إلى العقال والوجهاء من هذه المنطقة. وعقب تسليم الدراجات تم توزيع ميداليات للرياضيين البارزين السابقين الحائزين على الميداليات الدولية أمثال أحمد صالح وروبل جامع وعبد الله شرماركي الذين فازوا مراتب متقدمة في السباقات الدولية من خلال مسابقات ألعاب القوى الدولية التي أقيمت تلك الفترة. وأكد المشاركون خلال هذه المناسبة دعمهم الثابت لرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي للانتخابات الرئاسية المقبلة لولاية جديدة. عقد حزب اتحاد أنصار الإصلاح مؤتمرا استثنائيا لدعم ترشح رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي لولاية جديدة. هذا وعقدت اللجنة التنفيذية لحزب اتحاد أنصار الإصلاح اليوم السبت في قصر الشعب مؤتمرا استثنائيا لدعم مرشح كتلة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها في 9 من أبريل القادم. وجرت وقائع هذا المؤتمر بحضور أعضاء اللجنة المركزية للحزب وممثلي الأحزاب الأعضاء في تكتل الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية وجمع غفير من مؤيدي الحزب الذين توافدوا من العاصمة والأقاليم الداخلية. وكان مدرجا على رأس أجندة هذا المؤتمر دعم مرشح كتلة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. والجدير بالذكر أنه تم تأسيس هذا الحزب في مارس عام 2005 ويترأسه حاليا السيد إبراهيم شحم داود. هذا وتم تنشيد هذه المناسبة بالرقصات التقليدية والأغاني من قبل مختلف الفرق الوطنية. لقد تم إنشاء هذه التشكيلة السياسية في العام 2005 لصالح التعددية السياسية التي انتهجتها بلادنا
وبالتالي صار عضوا في الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية UMP. تلك هي نبذة مختصرة عن ظروف إنشاء هذا الحزب. وفي كلمة لمناضلة الحزب سعيدة حبيب الشحيم في هذه المناسبة تناولت دور المرأة الجوتية على مر السنوات الماضية في كافة المجالات، وقالت في البداية اسمحوا لي أن أنقل لحضراتكم تطلعاتي وأمال الشباب الجوتيين الذين يطمحون إلى مستقبل باهر وأكثر إشراقا. إن الشباب وهم عماد الأمة يتعهدون عبر هذه الرسالة بالإسهام في بناء الوطن. إن المرأة الجيبوتية وعلى مر السنوات كانت منخرطة ومناطلة تشارك بفاعلية في كافة المجالات ومناحي الحياة، ومنذ الاستقلال المجيد شهد وضع المرأة الجيبوتية تحسنا متواصلا، فباتت أكثر حضورا واندماجا في المسيرة التنموية. وإننا ندرك جيدا أن كافة الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها لصالح المرأة لم تؤتي كلها جميعا ولم نصل إلى الأهداف المنشودة كافة، وبالتالي فإننا نتعهد ببذل أقصى الجهود الممكنة في سبيل الحد من التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله وأنواعه، وسنعمل على تحقيق وصوت حقوق المرأة. وفي كلمة له في هذه المناسبة استعرض أمين عام حزب أنصار الإصلاح بارغويتا محمد بارغويتا الخطوط العريضة لإنجازات الحزب في الفترة الماضية تحت مظلة الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية، وقال أولا وقبل كل شيء أرحب بكم جميعا ونشكركم على المشاركة معنا في هذا المؤتمر الاستثنائي لحزب اتحاد أنصار الإصلاح لدعم ترشح رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي للانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي مسالي كلمتي أود أن أقدم لكم نبذة مختصرة عن تاريخ حزبنا الاتحاد الأنصاري للإصلاح UPR. لقد تم إنشاء هذه التشكيلة السياسية في العام 2005 لصالح التعددية السياسية التي انتهج بلادنا، وبالتالي صار عضوا في الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية UMP. تلك هي نبذة مختصرة عن ظروف إنشاء هذا الحزب وتاريخه. ومن هذا المنطلق فإن UPR يمثل أحد الأعمدة التي يقوم عليها الائتلاف الحاكم، وهو ملتزم بالإيفاء بتعهداته والإسهام في التنمية وتعزيز التعايش المجتمعي بقيادة رئيس الجمهورية. ممثلو الأحزاب الأعضاء في تكتل الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية قدموا التهاني والتبريكات للحزب على تنظيم هذا المؤتمر، وانتهز رؤساء الأحزاب المنضوية تحت لواء الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية هذه الفرصة للإشادة برئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرجلي، كما ثمنوا القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية لمواجهة تحديات أو تداعيات جائحة كوفيد-19 في
في بلادنا. وقال أوكوري كيفلي أمين عام حزب فرود: أود بهذه المناسبة أن نهنئ الحضور جميعا من بما فيهم المؤتمرون المشاركون في هذا المؤتمر الغير اعتيادي لحزب اتحاد أنصار الإصلاح EPR، وأنقل إليكم تحيات حزب جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية، وإن حضورنا في هذا المؤتمر يعكس مدى تضامننا مع هذه التشكيلة السياسية عضو الائتلاف الحاكم الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية. وفي الختام أتمنى التوفيق والنجاح لمؤتمركم الاستثنائي. من جهته قال عضو المكتب التنفيذي لحزب BSD علي عدابو كاكو: في البداية أقدم إليكم اعتذاري رئيسة الحزب الاجتماعي الديمقراطي BSD السيدة حسنة مؤمن بحضن التي لم تستطع المشاركة في هذا المؤتمر نظرا للانشغالات. وقال كامل موسى اليوم مثل حزب BND تضامن: إنها لحظة متميزة بالنسبة لحزب BND لإبراز تضامنا مع مرشح الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية رئيس الجمهورية السيد معالي البرقلي، وذلك في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 9 أبريل 2021. وأخيرا أعبر لكم عن تمنيات حزبنا لحزب اتحاد أنصار الإصلاح بالتوفيق والنجاح في هذا المؤتمر الاستثنائي. أما الآن أعزائنا المشاهدين، حان موعد آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة جيبوتي وضواحيها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أهلا بكم من جديد. من جانبه أشاد رئيس حزب أنصار الإصلاح سيد إبراهيم الشحم داود بمتانة علاقة الحزب السياسية مع الأحزاب الأخرى، وقال إن وجودكم هنا يمثل متانة علاقاتكم السياسية مع الحزب الحاكم، وإنها لحظة خاصة وتحول حقيقي لبدء مرحلة جديدة من أجل أمة قوية، حيث إن حزب EPR مستعد لتثبيت دعمه، وإن هذا المؤتمر غير الاعتيادي الحالي يمثل وجود EPR لدعم المرشح الوحيد للأغلبية للانتخابات الرئاسية، وكان حزب EPR يدعم بشكل وطني تجاه السياق الوطني والإقليمي، وإن حزبنا قد اختار لرئاسة مستقبل بلادنا لخمس سنوات المقبلة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل مرجلي، وذلك من أجل إعادة الاستقرار في الداخل والخارج ومن أجل التنمية المستدامة. وقد اختار EPR سياسة الرئيس الحكيمة الذي أنعش أحد اقتصادنا في إفريقيا، وقد أثبتت قدرته لبناء مستقبل واعد للشباب، وقد اختارته جميع الشرائح الاجتماعية لمواجهة جميع المخاطر أمتنا. عقدت جمعيات الكوادر النسائية لمختلف الإدارات العامة والخاصة صباح اليوم اجتماع لجنتها التنظيمية التي تضم جميع النسوة الكوادر في الإدارة العامة وأيضا سيدات الأعمال. والهدف من هذا الاجتماع يكمن في تبادل ومناقشة جميع المسائل المتعلقة بالنسوة والتحديات التي تواجهها ومشوار مسيرتهم العملية. وعقب الكلمات الرسمية التي ألقيت خلال هذه المناسبة وبعد مناقشات بناءة ومثمرة، تم تقديم النماذج الإيجابية للنجاح في حياتهم. وشارك في هذا اللقاء النساء الكوادر أمثال وزيرة المرأة والأسرة وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإلمائي وممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة ونسوة رفيعة المستوى وسيدات الأعمال الجيبوتيات. وفي كلمة لها في هذه المناسبة، قدمت وزيرة المرأة والأسرة سيدة مؤمنة محمد حسن الشكر والامتنان لكافة المشاركات في هذا الاجتماع المكرس لتطرق حول اللجنة التنظيمية التي تضم جميع النسوة الكوادر في الإدارة العامة وأيضا سيدات الأعمال، وأشارت إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو تبادل المسائل المتعلقة بالنسوة والتحديات التي تواجهها وأيضا تواجه مشوار مسيرتهم العملية. وقالت إن هذا الاجتماع فريد من نوعه. توجه وفد رفيع برئاسة قائد خفر السواحل على قيد وعيس عمر بقرة إلى جمهورية باكستان، وذلك في إطار زيارة عمل ومهمة تستمر لمدة أسبوع عقب دعوة رسمية تلقاها العقيد وعيس عمر بقرة من القيادة العليا للقوات البحرية لجمهورية باكستان. وكان الغرض من هذه الزيارة خلق تعاون وتنسيق مع القوات البحرية الباكستانية وتحديدا وكالة الأمن البحري الباكستانية والبحرية الباكستانية. هذا واستقبل العقيد وعيس عمر بقرة قيد خفر السواحل بترحيب حار وحفاوة بالغة من قبل السلطات البحرية الباكستانية لدى وصوله إلى مدينة كاراتشي. كما تابع قيد خفر السواحل ولفد المرافق له مناورات بحرية تنظمها جمهورية باكستان كل عامين تحت الشعار معا من أجل السلام، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية الاستقرار الإقليمي والدولي ضد الإرهاب والجرائم في المجال البحري بما في ذلك القرصنة. وخلال زيارته شارك العقيد عيس عمر بقرة قيد خفر السواحل المؤتمر الدولي الذي يعقد في الفترة من 13 حتى 15 من فبراير الذي عقد من 13 حتى 15 من فبراير الجاري برعاية رئيس جمهورية باكستان. كما التقى بالعديد من كوادر رفيعة المستوى من جمهورية باكستان الشقيقة.
من الساحة الوطنية إلى الساحة الدولية، قادة دول مجموعة السبع يتعهدون بزيادة مساعدة الدول الفقيرة للحصول على اللقاحات. خلال أول اجتماع لهم بمشاركة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، أعلنت قادة دول مجموعة السبع الجمعة التزامهم بتعزيز التنسيق متعددة الأطراف الذي تدهور خلال عهد السلفي دونالد ترامب على أن تكون البداية بتقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الغربية لتقديم 13 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الحكومات الإفريقية في أسرع وقت ممكن. هذا واتفق قادة مجموعة الدول السبعة على تكثيف التعاون للاستجابة إلى وباء كوفيد-19 وزيادة التعاونات المالية لإطلاق اللقاحات في دول العالم الأكثر فقرا إلى 7.5 مليار دولار. وجاء في بيان مشترك صدر عن المجموعة التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة اليوم زيادة التعويضات المالية بأكثر من 4 ملايين، وبعد شان على وصوله إلى السلطة ووعده باتباع دبلوماسية تتعارض مع تلك التي انتهجها دونالد ترامب، شارك جو بايدن في أول اجتماعين دوليين. وفي الخبر الأخير من هذه النشرة، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن عودة التحالف الأطلسي خلال أول خطاب له أمام مؤتمر ميونخ للأمن، وقال من البيت الأبيض: أتحدث إليكم اليوم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في بداية إدارتي، وأبعث برسالة واضحة إلى العالم. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية، نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.